السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني، مسيراتنا تحلق أبعد من 2000 كيلومتر وتصيب الأهداف الثابتة والمتحركة. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن قائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن بلاده في ظروف الحظر توصلت إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن سلامي قوله بهذا الشأن: توصلنا في ظروف الحظر إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات المسيرة والتكنولوجيا توجيه الصواريخ الباليستية. وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمة في مدينة مشهد مساء الأربعاء أنه باستخدام هذه التكنولوجيا يمكن للطائرات بدون طيار أن تقطع أكثر من 2000 كيلومتر من أي نقطة وتستهدف هدفا متحركا أو نقطة محددة. وتابع سلامي يقول: لقد حققنا تقنيات أقوى من هذه، اليوم نحن لسنا متأخرين عن الآخرين في تكنولوجيا الكوانتروم. وبشأن العقوبات المفروضة على بلاده قال: إن العقوبات العالمية التي فرضت علينا أو لو فرضت على أي دولة أخرى لكان من المستحيل عليها أن تتجاوزها. نعلم أن هناك مشكلة، لكننا نعلم أيضا أن تسلق القمة أمر صعب. وتحدث سلامي عن الولايات المتحدة مشيرا إلى أنها كانت تملك نصف القوى العسكرية الموجودة في العالم حين انتصرت الثورة الإسلامية، و40% من حجم الاقتصاد العالمي الذي انخفض اليوم إلى 20%. نحن أمام دولة تزيد ميزانيتها العسكرية عن 700 مليار دولار وتساوي كل دول العالم، فانظروا أي قوة قارعناها وألحقنا بها الهزيمة وسلبنا إرادتها وأجبرناها على الفرار، وأي قوة هاجمنا قواعدها. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.